حطت كل الوقتين عشان واحد يقدر يدخل على الفاسيلتي، صح؟ ده المطاق الخارجي للشركة، صح؟ عندي مساحة داخلية، عندي مساحات خارجية، تمام؟ أنت كلامك صح، ولكن ليس في النقطة، مش في النقطة دي، أنت كلامك صح في النقاط الجاية. أنا إيش أقول؟ ستاك جودز. الجودز يعني حقتي أنا. يعني جوا هنا. وقلت لك ما حتعمل ستاكينج جودز، يعني إيش ستاك؟ يعني تحطها فوق بعض. جوا جنب مين؟ جنب الجدران أو السياج أو المباني. عندي جواب. هاي راح تصير يعني تسبب يعني عدم رؤية صحيحة لرجال الامن او الدوريات في حال يعني ياخذ التلفونات لان الدول البعثة موافقين؟ ممكن او في حال عشان انت ما حتشوف في حال تمام في حال حدوث حالات راح يصير ك يعني معوق او كبير يعني لزيارات الاطفاء او غيرها خلينا في النقطة الأولى خلينا في النقطة الأولى أنت عندك بارير البارير ده أنا عندي كاميرات مراقبة ولا ما عندي كمان المراقبة دي ممكن تكون وين؟ خلينا نقول قاعدة هنا. واحدة موجهة هنا، واحدة موجهة هنا، صح؟ صح. الموجهة من هنا عايزة تكشف المنطقة دي كلها، صح؟ طب أنا لو جبت جودز وأستخدم في المنطقة دي، معناته أنا رؤيتي صارت بس الحتة دي، صح؟ صح. فبالتالي الكاميرا حقتي لو حد جاء نط من هنا أنا هشوفه؟ صارت هي الكاميرا صارت يعني تخلى على توا تخلى على معلش انت عندك كاميرات كثير وانواع كثير وانا ما قاعد اتكلم اللي عندك في الشركه احنا بنتكلم على الكاميرات عامه وعلى فكره مين اللي عنده كاميرات كل الكاميرات مركبه في السوق وين؟ تطلع اي مكان هتلاقي انه الاسوار كلها الكاميرات موجوده على الاسوار نفسها الخارجيه والداخليه وتطلب التور في التور فقط داخل مساحه ما في فلوهم موجودين يعني التور مجرد الارتفاع يكون مثل متر متر ونص انت ده اللي انت متوقعه بس ايش الموجود؟ اطلع دلوقتي وانت ماشي في الشارع شوف الفلل شوف المباني الحكوميه على السياج تمام؟ كله على السياج احنا عندك شارع افضل موقع بالمستقبل راح تكون مفتوحه من اربع جهات المفتوح بالمفتوح لا احنا ايش جماعه شباب احنا ما بنتكلم ايش الافضل وين الكاميرا تكون احنا بنقول ليش احنا ما بنحط بضايق هنا. تمام؟ اول حاجه تمنعنا من الرؤيه. ما تعطيك رؤيه واضحه. ما تديك رؤيه واضحه وكاميراتك حتبطل تشوف، ما حتشوف. ثاني حاجه اسهل في السلكه ولا لا؟ اسهل في يعني انا بدل ما ادخل المستودع اللي هو هنا اجيب البضائع منه اهي جنبي هنا. جنبي. سهلة خفيفة خذ واجري خلاص؟ عندنا نقطة ثانية العلامات اللي هنا ده معناته ايش؟ علامات؟ العلامات دي نعتبرها شاحنة، نعتبرها سيارة لا تسمح انه في أي شاحنة أو أي كونتينر يركن لك جنب السياج من برا ليه؟ الزبون مو الزبون زاهي ما هو كأنك ركبت سلم كأنك حطيت